أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بداياتي في مشوار كرة الطائرة بديت من أسرة رياضية، طبعاً تكون من 3 أخوان، يعني عبد العزيز وعزاء وأحمد، كلهم طبعاً لاعبين سابقين، وكنت أروح وياهم، وحتى في البيت كان يعني كل واحد طبعاً يعطيني مهارة فاستفدت منهم. فلعبت قبل الغزو تقريباً نص موسم اللي هو الدوري تقريبا، و طبعا اخذت احسن مرسل اذكرها يعني فيها، وطلعت ما رديت اللعب اللي بسنه 94، رديت يعني سنه 94 لعبت الكاس، مباراتين كانت بالكاس نهايه الدوري يعني، ومن ثم وراها على طول الموسم اللي وراه صعد 19 اخذنا البطولات كلها. دشيت بال 94، طبعا عارفين هم في مدربين كانوا يعني المدرب مسي عليه بالخير يعني سهل مكي يعني تونس كان عارفني، هو اللي كان قبل الغزو كان يعني كان يدربني. اول ما رجعت طبعا كان فرحان فيني يعني سيده على طول، من باجي المباراه يومين على المباراه اللي هذا اذكرها تحت 16 سنه دشيت على طول وياهم بالتشكيله الاساسيه اخذنا الثاني. بيئة اللاعبين كانت يعني ممكن يعني شو أقول لك غير يعني عفوية، كانت يعني عشنا أجواء مع بعض، طبعا حتى أنا وياهم كنت يعني طبعا حتى اللي موجودين في معظمهم الحين الحمد لله الحين يعني إخواني وربعي ما زالوا يعني. فأقول لك هذه اللي حتى الإدارة كانت تعرف يعني فيصل منه، تعرف فيصل، كانوا يدورون علي حتى بعد الغزو يعني يدزوا لي ناس، فكنت ماني حاب إني أرجع يعني. رجعت اللعبة وتمسكت فيها ليومك هذا. نادي الجاهرة بالسنوات اللي طبعا اللي هي 99 98 97 96 اللي هي اللي احنا فيها الجيل اللي احنا صعدنا، للأمانة ما كان يعني ولا فريق ينافسنا، ممكن كان اليرموك مرت عليه موسم اليرموك ينافسنا موسم اللي هو تحت 16 19 نفس الطريقة كان ينافسنا ممكن القادسية، ما يعني 19 اخذنا البطولتين الدوري والكاس موسم بدايتنا، واللي وراها طبعا دوري وكاس لين صعدنا الفريق الاول. ما كان في طبعا ما كان في فريق ينافس نادي الجاهره بالسنوات هذه. طبعا الانجازات اللي هي مع النادي تحت 16 سنه اللي لعبت فيها اللي هو الكاس اخذنا الثاني، صعدنا ال 19 اخذنا دوري وكاس، والسنة اللي وراها طبعا اللي هي سنة 94 95 96 97 اللي هي اخذنا فيها دوري كاس دوري كاس، ونفس السنة هذه 96 اللي هي رحت مثلت المنتخب منتخب شباب. طبعا مشاركتنا مع منتخب الشباب اللي هي 96 طبعا كانت لي اول مشاركة هذه مع المنتخب، كنت العب فيها كروس مو صانع العاب، كانت مشاركة طبعا اي لاعب انه صغير وده يشارك ويتميز فيها، حاولنا ان يعني نسعى للمراكز المتقدمة، ما طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن كان فريقنا زين يعني في منهم كم لاعب يعني مميزين للأمانة، كانت مشاركة ممتازة. سنة 97 بلشت، لا والله 96 بلشت أصعد مع الفريق الأول، كنت ألعب 19 وفريق أول، تم استدعائي من المدرب، كنت أتمرن. سنة 97 بلشت، لا والله 96 بلشت أصعد مع الفريق الأول، كنت ألعب 19 وفريق أول، تم استدعائي من المدرب، كنت أتمرن مع الفريق 19 واصعد مع الفريق الاول اتمرن وياهم. كنت اشوف يعني اللاعبين اللي موجودين اللي قدام يعني اشوفهم لاعبين كبار، مثل خالد علي، مثل الله يرحمه فارس موسى، يعني انت تشوفهم غير يعني هذول قدامك، فكنت اتمرن دبل اللي هم يشتغلونه. هني بلش مشواري مع الفريق الاول، ونفس الشيء كنت العب يعني كنت ضارب ولا يعني صانع العاب بعدين تمكنت فيه.
فأعتقد 98 أو 99 طبعا كله أنا مع المنتخب خلاص هني صعد فريق أول مع منتخب الفريق الأول. بال 99 اللي هو جيلنا اللي صعد أعتقد يعني عبد الرحمن بدر سامح غالي صعدنا إحنا الجيل هذا نفسه شاركنا مع الفريق الأول وكان مدربنا أعتقد محمد كعبار اللي هو يعني تونسي. فهني قمنا سوينا إضافة حق الفريق الأول اللي هم جيلنا اللي قبله اللي تقريبا يعني كانوا يصعدون النهائي ويخسرون، احنا الأربعة أو خمس لاعبين سوينا لهم إضافة حتى في أثناء المباريات. فهني بلش الإنجاز معنا. فالحمد لله توفقنا يعني ما أقول لك أنا ولا احنا سوينا إضافة اللي هم الأربعة لاعبين. هني بلشنا عدو الثلاثية والحمد لله الله وفقنا فيها. وراها السنة اللي وراها أخذنا الدوري. طبعا موسم الثلاثية اللي مع نادي الجهرة اللي ممكن أتذكر يعني مبارتين اللي ما أنساهم ممكن مباراة كاظمة ومباراة الغاتسية. كاظمة كان عنده تشيكي محترف كان يلعب بالدوري العالمي يعني توقعنا طويل يعني كان أيامها يعني طوله 208 209 وجنبه عالي. اللي أذكره يعني قلنا ممكن المباراة هذه رايحة. فزنا 3-2 على يعني مع كان عنده عناصر طبعا داود سليمان احمد عبد الرزاق محمد عبد الرزاق خالد البحو فريق يعني ففزنا عليهم يمكن 3-2 ومحترف سوبر يعني. هذه طبعا ما تنسي. ومباراته ايضا القادسيه كان عنده محترف ايطالي كروس يعني هم نفس الطريقه فزنا 3-2. هذه المباراتين اللي ما انساهم يعني كانت. وطبعا خصوصا احنا كنا بالجهرة كانت اي مباراة بالجهرة الجمهور يسكر ما يقعد ما حتى ما يلقى مكان يعني. فكانت ايام ما ادري يعني احسنا يعني ايام جميلة للأمانة. طبعا ما بعد الثلاثية طبعا تحقق بطولة الثلاثية كان ايامها يعني فرحة لك انت كلاعب يعني تحقق ثلاثية من غير ولا خسارة موسم يعني كامل. وتشوف الجمهور نادي الجهرة في ميزة من أول يعني يمشي الفريق اللي يفوز للأمانة يكون حاضر له بكل مكان. كنت يعني فخر يعني لك. وكانت الإدارة بالسنوات هذه يعني حيل مهتمين في كرة الطائرة. حتى معسكراتنا كنا يعني يطلع لحسابه معسكر مرة يوديك يعني بطولة أي بطولة كانت يعني في البطولات اللي هم تبي تشارك فيها على حسابك. بطولات تكون داخلية مثلا لبنان ولا شيء كان نادي الجهرة الإدارة نادي الجهرة كانت تودينا يعني بالسنوات هذه. فكنا للأمانة شيء فرحة يعني لك أنت يا ليه الحين الناس تذكرها أنك تقول لك نادي الجهرة ما حد سواه اللي سواه كرة الطائرة حقق ثلاثية يعني بالسنة هذه يعني بسنة 2000. البطولات اللي حققناها مع نادي الجهرة أعتقد يمكن أربع بطولات اللي هي مع الفريق الأول. ولكن أنا يعني حتى مع 19 للبطولات ولكن للحين اكتسبنا يعني اكتسبت منهم يعني اخوان وللأمانة ربع للحين متواصلين مع بعض. كنا حتى طلعاتنا حتى يعني لعبنا برا يعني كانت في بطولات قبل يعني بال 2000 كانت في بطولات خارجية كثيرة كنا دائما نطلع مع بعض احنا المجموعة نفسها نشارك بهالبطولات الخارجية هذه. طبعا عندي الشباب كانوا بدر سامح الشمري طبعا هم مثل المنتخب وكان من لما الاصابه يعني بعدته غالي احمد عبد الرحمن السهو احنا عضو اتحاد سعد كريم محمد رميح يعني لاعبين مميزين للامانه. بس طبعا اللي في بعضهم ما كملوا يعني بمشوارهم اللعب ولكن للحين موجودين يعني الحمد لله هم كاخواني وربعي ليومك هذا الحمد لله. طبعا خصوصا ولا تنسى ان لاعبين الفريق الاول اللي هم خالد علي محمد علي فارس موسى الله يرحمه يعني لاعبين يعني اجواء كانت نادي الجهره ممكن اسريه حيل يعني كنا بيتنا كنا قاعد ببيت مع مو اخوان للامانه اكثر من الاخوان. فهذه اللي اقول لك المحطات اللي هي بالحياه الواحد اني استفاد منها. نادي الجهره لها الفضل كبير في مسيرتي الرياضيه ونجاحي فيها.